تحية طيبة لجميع المستمعين في عدد هذا اليوم من برنامج ضيف الصباح. سعدوا فيه باستضافة منسق لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور محمد إدير مشنان. صباح الخير دكتور، شكرا لتلبيه الدعوة. صباح الأنوار والخيرات والبركات، تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية القناة الأولى. شكرا، سعيدة جدا دكتور باستضافة رجل عظيم مثلكم في يوم عظيم، يعني من أعظم أيام الله اليوم، يوم عرفة. يأتينا هذا اليوم دكتور وشعور الخيبة والألم يعصر قلوبنا بعد أن تعذر على ملايين المسلمين من كل بقاع العالم الحج إلى بيت الله الحرام بسبب الجائحة الصحية فيروس كورونا. كيف يمكن الآن إحياء هذه المناسبة، هذا اليوم العظيم، ونحن بعيدين ربما عن حتى ولو يؤدي جميع عموم المسلمين الركن الأعظم اليوم؟ أجدد لك الشكر والتحية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسعيد بهذه الاستضافة. سعادتك كلها لنا. شكرا. القناة الأولى هي الدار الكبيرة، الله يبارك ما شاء الله. وفعلا كاين مشاعر كما ذكرت الألم، ولكن ما من شعور تاع ألم إلا ويمازجه شعور آخر، وشعور تاع الأمل. نعم. ولأنه نعم الكثير من الحجاج كانوا يأملون أن يحجوا هذه السنة بعد أن تعذر عليهم في السنة الماضية، ولكن هناك بعد آخر في هذه القضية، هو بعد كبير جدا. وربي سبحانه وتعالى قالنا في القرآن الكريم: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالإنسان إذا كان قاعد ينتظر في العبادة فهو في عبادة. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا جلس أحدكم في مصلى ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى تقوم الصلاة. والإنسان اللي قاعد في داره يستنى الحج فهو في حج حتى يحج. فهذا وانتظار الفرج عبادة، وانتظار العبادة عبادة، والشوق إلى العبادة عبادة. ولعل ذلك الشوق وذلك الانتظار قد يكون في ميزان الله سبحانه وتعالى أعظم من شخص راح يحج وربما لا يدرك قيمة ما هو فيه. ولهذا فنخليه الشأن إلى صاحب الشأن، والأجور كبيرة جدا. ولكن نعم قد لا يكون الناس بأجسادهم هنالك، ولكن أنا أعلم بأن معظم المسلمين اليوم خصوصا اللي كانوا حابين يحجوا راهم بقلوبهم هنالك بأرواحهم. وبل اليوم راح قاعدوا يتبعوا في عرفة وكيفاش الناس تطلع، والباح تبعوا في منى. وإن شاء الله لعل هؤلاء الحجاج يلتقوا إن شاء الله الموسم القادم في تلك الربع الطيب. نعم دكتور، هذه السنة أيضا قلت أنه جائحة صحية تفرض نفسها على هذه الشعيرة الدينية، كيف يمكن التوفيق بين إحياء السنة النبوية الشريفة والتقرب إلى الله عز وجل وبين حماية الصحة العمومية؟ نعم، هو ليس هناك تعارض أصلا بين هذه وتلك. نعم، بل ربما لو أخذنا حبنا نعطيه شيء بعد فلسفي إذا صح التعبير روحي للأضحية، فالأضحية ليست إلا حماية للنفس البشرية. لأنه في الوقت اللي ضحى فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام بذلك الكبش، كان العالم يعيش جوا خرافيا خطيرا، بحيث كانت بعض الشعوب والأمم تلقاها من أجل مظاهر الطبيعة تضحي بالإنسان. احنا نقرأ في كتب التاريخ القديم أنه الناس تخاف من نهر معين أن يجف، فتلقاو يختاروا أفضل الشباب ولا أفضل الفتيات كقرابين يدفعونها إلى ذلك النهر من أجل أن لا يجف. طبعا هذا فكر خرافي، ولكن كان الإنسان يعتقد بأنه ينبغي أن يقدم الإنسان ضحية لمقدرات الأكوان. فجاء هذا الإعلان الإبراهيمي لكي يصحح هذا المسار الخاطئ ويقول لهم: لا، ينبغي أن تكون مقدرات الأكوان في خدمة الإنسان. ولهذا قال ربي عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. فديناه وإسماعيل، لكن إسماعيل هو الإنسان، هو الإنسان. إذن ففداه الله بذبح حتى يزيل تلك الخرافة التي علقت بأذهان البشر من أن يضحوا بالإنسان من أجل الأكوان. لا،
الأكوان هي التي ينبغي أن تكون في خدمة الإنسان، ولهذا فالأضحية كرسالة إنسانية كبيرة جدا جاءت من مقاصدها هو خدمة الإنسان. هذا نقول لك أن هذه الأضحية والشمس والقمر والتراب والأكسجين، كل هذه الأشياء من أجل الإنسان. وجاء في بعض الآثار يقول خلق الله عز وجل يقول للإنسان خلقت كل شيء لأجلك وخلقتك لأجلي. نعم، ولهذا فالآن ونحن نمارسها لا ينبغي أن يغيب عن ذهننا أبدا الحماية على الإنسان، ولهذا نضحي ونطبق هذه الشعيرة. والحمد لله لم تصل الأمور إلى درجة من التفاقم تحول دون تطبيق هذه الشعيرة، الحمد لله. نعم، الأرقام مرتفعة كي نقارنوا مع بلدان أخرى، كاين اللي أقل منا كاين اللي أكثر منا. المهم الخبراء والعلماء قالوا باللي يمكن فعل ذلك، ولكن نأخذ بالاحتياط. الإنسان لما يدبح ما يكونش الاختلاط كبير، يديروا التباعد، الإنسان يدير القناع تاعو، يغسل يديه مليح، لا يحتك بالآخرين كثيرا، وأيضا ما يتبدلوش الأشياء. قال الموسى أعطيني كذا، أعطيني نصف فيها، أعطيني هذا الحطب اللي لا، يعني هذه الأجواء التلقائية اللي كانت لا، لابد أن نضبط أنفسنا فيها. وثم أيضا في أجواء الزيارات والتسليم والتعناق، لا يعني الآن العوام الماضية كنا لما نحب واحد نسلم عليه، توصل بابك تسلم له على يده يمك، تقبلها على رأسها كذا، هذاك شيء جميل جدا. ولكن لماذا؟ لأنك تحبه. نعم، تحبها. الآن لأنك تحبه ما تقبلوش على رأسه. بعض الأحيان يقول لك أنه يعني الأمور مرتبطة بالقدر، وسوف لن نغير القدر، وأنا سأبقى وفي لعاداتي وتقاليدي. لا يعني لا، هذا شوف سيدنا عمر رضي الله عنه عنده 14 قرن، قال للناس قالوا خلونا تاني، هذا ربما فكر يكاد يكون خرافيا أيضا في لما تجعل من القدر مانعا من الأخذ بالأسباب. لا أبدا، سيدنا عمر لما وقع الطاعون في عمواس واستشار الصحابة، واحد يقول لهم ندخلوا، واحد يقول ما ندخلوش، أخر قال له بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الطاعون بأرض فلا تدخلوا إليها، والناس اللي يكونوا لتم لا يخرجوا منها. فأتكلم يبدو لسعد بن أبي وقاص ولا من الصحابة ربما فكر تفكيرا أوليا، ولكن يحتاج إلى من يوجهه ويعينه. قالوا هل نفر من قدر الله؟ قالوا سيدنا عمر قالوا نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. المرض قدر، والاحتياط قدر، وإذا أصابنا المرض بعد الاحتياط فهذا قدر، وإذا خذينا بأسباب الاحتياط والوقاية فهذا أيضا قدر. نعم، شكرا دكتور. لا تسقط الأضحية عن العاجز وغير المقتدر، هذا هو المعروف، لكن في هذه الظروف عبرت شريحة من المواطنين هذا العام عن امتناعها عن نحر الأضحية، أضحية العيد، بسبب كما قلنا حماية النفس وتجنب انتقال العدوى، فيما ارتأت شريحة أخرى شراء أجهزة للتنفس والتبرع بها في المستشفيات. ما هو تعليقكم على هذا؟ هل يجوز؟ ربما لا نفتي، ولكن تفضل. لا، هو أولا الأضحية ذاتها هي سنة من السنن، ليست واجبة من الواجبات. ولهذا الإنسان نفرض في أنه قادر ولا بأس عليه وما يخص والو وما كانش المرض ما كان ولا شيء، يعني عادي جدا، قال لك أنا ما نضحيش مثلا. هو يقول لك هذه أضحية سنة، ولكن أنا ما طيب، هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، ليس عليه أي إثم. أنا كنت أتوقع أنه عليه إثم. لا ليس عليه. هذا كما الآن بعد دخول الآن كان صلاة الضحى. نعم، الضحى. الآن واحد ما صلاش الضحى هل عليه إثم؟ ليس عليه. واحد ما طبقش الأضحية ليس عليه إثم. إنسان يطبق عليه أجر، لأنه شنو هي السنة في الفقه الإسلامي؟ نعم، هي ما يثاب على فعله. إنسان إذا درها يؤجر، وإنسان إذا ما درهاش لا يأثم. هذه ولهذا أنا نحكيه في أحسن الظروف، وما كان حتى مانع، والإنسان ما ضحاش ليس عليه. هذا باش نتفهموا يعني ونتكلموا الآن بلغة ربما بسيطة اللي يفهمونا كامل خوتنا وخواتاتنا هكذا. طيب الآن في هذا الظرف، الآن واحد لا متعود يضحي، ولكن هذه الأيام كما قلنا عاجز وكذا وكذا، هذا ما هضرناش عليه، ولكن لا قادر يضحي ولكنه خايف.
أنا كلموني ناس وناس ما شاء الله يعني في أخلاق ودين و يعني كيما يقولون ناس مواطنون صالحون ومصلحون. قال لك أنا مانيش قادر نذبح، علاه؟ ليس من الناحية المادية إطلاقا، قال لك ولكن في الدار مخايفين. طيب الآن تصور واحد العيد هو سبب للفرحة، الآن تصور واحد يذبح يولي سبب للخوف والتوجس، ونهار كانوا مسوسين ومشكاكين ويقعدوا بالك شهر ولا كامل هذا تاع ذي الحجة هما خايفين. طيب واش ما لو وقع شيء او اذا وقع شيء كذا، اذا نقول لهم تسقط عنكم الأضحية، تسقط عنكم هذه السنة، بل احنا نرجو من الله عز وجل ان يثبت لهم اجرها، لانه ما تركوها استهزاء هكذا، لا هما تركوها خوفا. وجاء في بعض الاثار عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الإنسان إذا كان متعود على فعل عبادة من عبادات، شعيرة من شعائر، ثم لم يستطع فعلها لسبب من أسباب من هذا، قال كتب له أجرها. ثم هذا أيضا يعني حتى كأنه يريد أن يبين بأنه ليست قضية شح وليست قضية مال، ولكن أنا نشري جهاز تنفس، نشري أجهزة طبية، نعاون العائلات الفقيرة إلى غير ذلك، كلها سبل الخير، فكلها سبل الخير، بقل وفعل الخير بالمطلق، فلا بأس إن شاء الله تعالى. لأنه يعني بعض الأحيان نحن نطلق الأحكام عذرا دكتور مشنال، نعم. نقول هذاك لبس به ولم يضحي، أنه بخيل، قليل إيمان، ضعيف إيمان، يعني إحنا لسنا مكلفين بأن نحكم على ضمائر الناس. بالنسبة لصلاة العيد، هل سيتم الإبقاء على نفس القواعد التي تم اتخاذها في عيد الفطر؟ نعم. هي نفس القواعد التي طبقت منذ بداية الفتح التدريجي للمساجد، بحيث يكون فيه التباعد الجسدي بالمترة حتى المترة ونصف، والقناع الواقي، غسل اليدين قبل الدخول، أيضا الواحد تكون عنده السجادة الشخصية تاعو، التهوئة تاع المساجد إلى غير ذلك، فهذه كلها أيضا بيوت الوضوء تبقى مغلقة، يعني مذهبين تفتح ولكن الظرف لا يسمح بذلك، ومن ثم فالمساجد راهي مهيئة من أجل هذا، وحتى عموم المصلين ما يزالون ملتزمين. نعم فيه، نحن ندرك بأنه في بعض المساجد بعض المصلين ساعة الواحد ربما طول الوقت الواحد يبدأ يعيا، ولكن الحمد لله السادة الأئمة قام يذكرهم يقولهم يردي، حتى إذا كان بعض الجهات والمؤسسات والأسواق إذا كان هي ربما لم تستطع أن تتحمل، ولكن المسجد هو النموذج، ينبغي أن ننقل أخلاق المسجد إلى بقية الفضاءات وليس العكس، يعني لأن المسجد هو النموذج الذي هو روح وضمير المجتمع، ولهذا ففعلا كما بارك الله فيك ذكرتينا بهذا الأمر المهم، ومن خلاله نقول أخواتنا لم يسمعوا فينا جميعا بأنه التزموا بهذه الأشياء، وعين السادة الأئمة قائمين على المسجد. تعرفوا كاين ناس متطوعين شباب في عمر الزهور، يعني كما نقولوا تلقاه أحيانا هو ما يصليش، هو ما يصليش الجماعة، على من أجل أن يضمن صلاة جماعة آمنة لغيره، يضحي بأجر، يضحي بأجر. هو راح قبل الناس وكان التمك ويعني كل الاشياء متوفره، ولكن هو يقعد يعس عليك باش نتايا من لا تصاب. فحقيقه يعني ينبغي ان نقدر هؤلاء، من بين تقديرهم انه نستجيب لتوجيهاتهم لمرافقتهم، ما نسمعهمش كلام اللي ما يليقش، وقولوا للناس حسنا، هذا الناس كامل، فما بالك بالشخص الذي يضحي بوقته. المفروض كان قادر يكون في الدار، كان قادر يجي كيما انت يرفد السجادة تاعو ويجي ويلقى واحد يقول له قعد هنا يقعد، ولكن ما هو ترك كل هذا من أجلك أنت، فأنت قل له كلمة طيبة، أو على الأقل إنسان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصل. دكتور، بل نحن الآن في أيام مباركة دينيا وعجاف دنيويا، بالنظر إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد، وأيضا عدد الحالات الوفيات في زايد مستمر، ليس فقط بسبب الفيروس بل أيضا بسبب حوادث المرور للأسف في بلادنا التي أخذت منحا خطيرا. أنتم على مستوى اللجنة أصدرتم بيانا تحثون فيه على ضرورة احترام قواعد المرور واحترام درء هذه النفس البشرية من كل المخاطر.
في اعتقادك هل هذه المسألة تتعلق بالقيم، وكيف يمكن أن نحمي هذه القيم داخل المجتمع ونجذر الاحترام القانون واحترام الفضاءات المشتركة؟ والله فعلا هذا حديث في غاية العمق، والحقيقة الإنسان يتحدث بكثير من الأسف على، اسمحي لي، ربما سأصدم أذان المستمعين بحرب حقيقة، حرب طرقات، هي حرب غير معلنة في الطرقات. صح. لأنه لما نسمع ما يقارب 4000 مقاتل في السنة فشيء كبير. بعض الدول التي هي الآن في حروب ربما شهدائها أقل بكثير من هذا العدد. حروب راهي لا تقتل هذه الأعداد، ومن ثم شيء كبير حقيقة، شيء كبير جدا. نعم. ولهذا ينبغي الآن أن نعلن الحرب على هذه الحرب. إعلان الحرب على الحرب من أجل أن يعيش الناس في أمن. لأنه كما نستحوس على الأمن السياسي والاستراتيجي، نحوس على الأمن تاع الطرقات. الناس تعيش في الطرقات آمنة. الآن فيه جهد مشترك كان موجود وما يزال، ولكن ينبغي أن يصير هذا الجهد نوعيا من أجل الوصول إلى النتائج. طيب، الآن لأنه فيه سؤال يطرح الآن حقيقة، نطرحه بكل موضوعية، هو السنوات والجزائريون، احنا نتحدث على دولتنا، كل واحد قالوا يحلف بربعه، كل واحد هذا. ونحن نتحدث المؤسسات المختلفة اللي تتحدث على أمن الطرقات، الأمن الوطني، الدرك الوطني، وزارة الداخلية، وزارة النقل، المؤسسات الإعلامية المختلفة، شيء كبير، إما فوق المنابر، يعني شيء كثير جدا، مطبوعات، يعني في خطاب كبير جدا استهلك من أجل الوصول إلى، ولكننا لم نصل، يعني الإحصاءات هي. وبل تزيد احيانا. فشيء الان يبدو لي انه لابد من تفكير عميق جدا، في بحث علمي دقيق جدا، يكون فيه تكامل معرفي من اجل دراسه هذه الوضعيه بشكل دقيق. ما هي مثلا الاسباب اللي تخلي هذا المواطن الجزائري لا يسقي لهذا الكلام؟ هل مشكل في الخطاب، في لغه الخطاب، في طريقة الإقناع، أو أن المشكل في ربما في مرافقات هذا الخطاب من الأمور القانونية والأمور التوعوية إلى غير ذلك. فالآن هذا تقوم به مخابر في علم الاجتماع، مخابر في علم النفس، مخابر في القانون، يكون فيه تكامل معرفي في مختلف التخصصات من أجل، ولكن البيان تاع وزارة شؤون الدين والأوقاف تاع الفتوى تقول من بين ما جاء فيه أن احترام قوانين قانون المرور هو احترام لأحكام الشريعة الإسلامية. المجامع الفقهية اللي فيها المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر، المجمع الفقهي التابع لرابطة العلم الإسلامي والجزائر راهي عضو فيها، تقول بأنه من احترم قانون المرور فاحترم حكما شرعيا، ومن خالف قانون المرور فقد خالف حكما شرعيا، ومن ثم راح داخل في الحلال والحرام، لأنه هذا اجتهاد اتفق عليه عقلاء العالم جميعا. وربي قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. خلاص الآن هذا الشيء معترف به عالميا، هذا قانون المرور قانون عالمي، يعني في الشيء اللي تعلمه في الجزائر هو الشيء اللي تعلمه في جنوب أفريقيا، هو الشيء اللي تعلمه في السويد ولا في ولا في أندونيسيا ولا في أي بلد آخر. إذن فشيء اتفق عليه عقلاء العالم جميعا، بل مش عقلاء، العالم جميعا اتفق عليه، فاحترامه هو احترام لفقه الإسلامي. ومن ثم فالآن دخل قانون المرور في أحكام الفقه الإسلامي. ثانيا المخالفات اللي توقع بسببه قال لها أحكام الجنح والجنايات الموجودة في الفقه الإسلامي، وإن كان غالبها يدخل في القتل الخطأ، ولكن يبقى دائما في الأحكام الجنايات وأحكام التعزير الشريعة الإسلامية في هذا الأمر. مولانا سجل يقول أنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس،
علينا ربما التفحص في معاني هذه الآيات أكثر. خلينا نستثمر في المنافع. نعم. ونتفادى البأس الشديد. نعم. وركز على البأس الشديد. نعم. اليوم دكتور الشعب الجزائري ملتفت لبناء نفسه وينظر بعين التفاؤل لمستقبله ومدرك كل إدراك أن بناء دولة قوية يكون بسواعد كل فرد في هذا المجتمع. نعم. ولكن هذا المسار ربما تعترضه بعض الـ كيف نقول التشويش والمغرضين والحملات المغرضة والمشوشة ونفثات الحاقدين الذين لا يرقهم ربما رؤية الجزائر تزدهر أو تخطو خطى ثابتة نحو مستقبل يسير. كيف يمكن أن نحمي هذا الوعي المجتمعي والوعي الفكري ضد كل الأفكار المغرضة؟ الحمد لله الشعب الجزائري وحدته يد الإيمان ويد الله، وما جمعته يد الله كما قال الشيخ بن بديس رحمه الله لا تفرقه يد الشيطان. ومن ثم فإن الشعب الجزائري موحد، صنعت وحدته تاريخه العميق، صنعت وحدته وحدته مصيره المشترك، صنعت وحدته هذا الدين، دين الإسلام الذي يعتنقه الشعب الجزائري كله، صنعت وحدته دفاعه عن كل ذرة في هذه الأرض. ولهذا فالشعب الجزائري تلقاه الضابط اللي ولد في جرجرة، في أعالي جرجرة، كان قائدا في الصحراء، وتلقى واحد ولد في أقصى الشرق الجزائري كان قائدا في أعالي جرجرة، واحد ولد في العاصمة ولكن كان قائدا في وهران أو في تلمسان. وحينما استشهد هؤلاء تلقى واحد استشهد في أرض يعني التربة ما يعرفهاش أصلا، ولكن يمشي كذا. ولهذا فالآن دماء الجزائريين من أمازيغ، من عرب، من مختلف التنوع الثقافي للمجتمع الجزائري، خلاص يعني اتفقوا على أن هذه الأرض أرضهم جميعا. واللي يدل على هذا شوف ما في تلك المفاوضات الطويلة بين جبهة التحرير الوطني وبين المستعمر الفرنسي في ميلان، في إيفيان إلى غير ذلك، كانت من أكثر الأشياء التي حاولها الاستعمار الفرنسي وتفريق هذه الأرض، الصحراء كذا كذا كذا، ولكن ولكن الآن قالوا إحنا لا يمكن، إما الجزائر كلها وإلا إحنا رانا أعلننا أعلننا الجهاد ضدكم حتى نسترجع هذه الأرض. ولهذا استرجعت الأرض الجزائري كلها وستبقى كلها، والحمد لله رب العالمين. يعني هم عبثا يحاولون، عبثا يحاولون، وإنما هي كلمات يعني في هكذا في سحاب تروح. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وحكمة الجزائريين وخبرتهم ومن مختلف المستويات، على المستوى السياسي والدبلوماسي، معروفة الدبلوماسية الجزائرية التي ليس فقط تعطي انطباعا رائعا في الداخل، ولكن استطاعت أن تنقل خبرتها إلى خارج الوطن، ثم إلى وحدة المجتمع الجزائري والتماسك تاعه والقوة تاعه، تجعل كل هذه المحاولات نقول بائسة أو يائسة. ومع ذلك فإن الشعب الجزائري، القيم الأخلاقية للشعب الجزائري لا تسمح له أبدا بأن أصبح يضع الأشياء في مكانها الصحيح، ولا يرد تلك الردود التي تنقص من قيمته الأخلاقية ومن قيمته التاريخية. هذه الردود، ما هو أفضل رد؟ الرد المفحل. نحن شعب الحمد لله متماسك، ليس لدينا مذاهب، ولكن نحب الدين الإسلامي، نحب القيم، نحب العادات، نحب التقاليد، نحب أن نتماسك دائما، ولكن بعض الأحيان الترجمة الميدانية تنقصنا. كيف يمكن؟ ما هي أقوى الردود؟ هو تعزيز هذه الوحدة بالممارسة الميدانية زيادة، نقول التعزيز لما هي موجودة حقيقة. نعم. يعني حقيقة موجودة، لأن احنا في هذا الوباء مثلا لما تصرع، وحتى في
لما تصرى فيضانات، لما صارت الحرائق المؤخرة في خنشلة، شفنا كيف تحرك المجتمع الجزائري. تلقى شباب في عمر الزهور يمشي كالجسد الواحد، كالجسد الواحد، يجيك من طمن راس يروح لأم البواقي، يروح من أم البواقي يروح لتيزي وزو، من تيزي وزو يروح لتبسة، لأنه لا يشعر أي واحد بأنه هذه تلمسان ماهيش تبع لتيزي وزو، ولا طمن راس ماهيش تبع لتبازا، ولا فهذه التاءات والياءات وهذه الأرض الكبيرة. نعم احنا أرض بحجم قارة، ولكن كل واحد فيها يمثل هذه، كل جزائري يمثل كل هذه القارة، فالحمد لله احنا ماشيين ولا يضرنا هذا الشيء. كان الشيخ سيدي عبد الرحمن الثعالبي رضي الله عنه من البلاد يعني تاع العاصمة يقول: إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم بها للناس مكروه، ما حل عسر بها أو ضاق متسع، إلا ويسر من الرحمن يتلوهم. نعم، نتمنى أن يعم علينا الرحمن نعمه بالرخاء والسكينة والازدهار. شكرا جزيلا لك دكتور محمد إدير مشنان، سعيدة كثيرا بلقائك. الله يسلمك، وأنا كذلك. وعيدك مبارك إن شاء الله، لا تنسنا بالدعاء اليوم. أنتم كذلك، دعاء متبادل، وتحياتي ليك ولكل من يتابع القناة الأولى. شكرا لكم مستمعينا، أتمنى لكم عيد سعيد، أدام الله الأعياد على الأمة الإسلامية وعلى الجزائر تحديدا. كل عام وأنتم بخير، هو يوم للفرح والتآخي والتآزر، فافرحوا واسعدوا وكونوا رحماء فيما بينكم. إلى اللقاء.